علوم. صورة حية لبرج إيفل تبدو كأنها على بعد متر واحد، ولكن في الحقيقة تم التقاطها على بعد 694 كيلومترا بفضل قمر صناعي يطلق عليه اسم بلياد 1 أو ثريا 1، وهو قمر صناعي مزدوج بفضل تطبيقاته العسكرية والمدنية في نفس الوقت، ويمكن من الوصول إلى أي نقطة في العالم. شقيقه التوأم الثريا 2 تجرى عليه اللمسات الأخيرة في أستروم بتولوز، وسيذهب قريبا إلى كورو في غيانا الفرنسية ليتم وضعه في المدار في الأول من ديسمبر المقبل. هذا القمر الصناعي رشيق للغاية، وهي خاصيته الأولى لأنه قادر على تسجيل الصور خلال مرور واحد كما ترون هنا، ما يمكن من رؤية عدة أجزاء من زاوية واحدة أو من خلال مرور متكرر على الموقع نفسه، ما يسمح بتصويره من زوايا مختلفة لالتقاط صورة ثلاثية الأبعاد. مثالا على ذلك صورة فوقية وثلاثية الأبعاد في الوقت ذاته لجبال القطب الجنوبي المتجمدة. القمران الصناعيان ثريا 1 وثريا 2 يمكنهما التقاط 1200 صورة من الأرض يوميا. سيسمح ذلك بوضع تطبيقات خاصة بالرصد البيئي مثلا، تكون قادرة على مراقبة ذوبان الأنهار الجليدية والكثير من التطبيقات الأخرى لمواجهة المخاطر وإدارة الأزمات. صورة الحريق هذه تحدد مناطق اندلاعه ورقعة اتساعه والمساحات المتلفة من الغابات. وأخيراً نحلق فوق مطار ريو، فصورة كل 10 ثواني لمدة 3 دقائق تمكن تقريباً من متابعة حادث ما مباشرةً.